قد بيه قد بيه هنا فعلا هنا هن الامور الطوبيس سوى القيت الراسك هنا الامور وشي شو واحد اخر نقلم بالاخص هادو قيت العليا بزاف هادو اللي داس مورو نقول لكم من هنا يا. انا راه ما انا يا مقطع عليه كابل فهمتيني هادو كابلاج مقطعهم مشحال هادي وعندي زاد ناقص هادشي اللي كنعيشو غرباه فوتناه وفاتس وماناش طامعين دوزنا الخير راسي الشاب وشي يبسو صافي بعيرك مايك بخلصك عطيك شي حاجة يا اما اشارة صاحبي يديرو ولا الشعب مغاربة كيديرو حوايج كيصايبو حوايج انت راك نتينا مورا ومريقل وواعي يعني كواحد من ليزيماج ديال الراب المغربي كاين حطوا اللي كنقولو عليهم اند جراوند زعما الزنقة وداكشي انا مكنبغيش نهضر على الاخرين مكنبغيش نهضر على الاخرين يعني طوطو وشي الاخر عطيت قيمة مورا هدرتك حيت نتايا عندك شوية ديال الخيخ ولكن كتخدمو في الوسخ كتخدموا في ذاك الجانب ديال التخاور ما بين بلادنا متنوط الصداع ضرب كبرى ضرب شي لعيبه ديال الكوير ديال المغرب مصايبه شي مغربي في الجبال ولا شي لعيبه ضرب الحطات ديال المغرب تفابور صاحبتهم ومهنا ما هذا حق الرب ما هذا ديز روسك احشارمو بوان فينال شفت يلا شفت واحد كاتب ديز روس كان حشارمو حاقد او كان شافو ميني باش يطلعو لهم الديسك ديالهم حيت كان حاقد واحد في المغرب ويلا قالها طوطو عجبني هاد البلان هذا طلبو البلان المريقل هو انني انا غابر مسواقش عايش انت يعني عايش الحياة ديالي كندير بلان هادي المهم تما هنا يعني طوطو مخرج البوم باش يهضر على الالبوم ديالو كنلقى راسي في 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 الحوار طلبت من الصاد قلت ليها كش غندير باغي نجاوب شنوريكم البلان واش وانا راه كيف طوطو كان مريقل طوطو نعرفو قال نتوما عارفين وانا نسيب الفضل ديالكم الناس اللي كيديروا لي ترولاج ولي التخربيق عارفو قال بحال بزاف ديال الروابا اللي كينقلو الفلوس وشي انا ما عنديش مقدرش انايا داكشي قسم لكم بالرب العالي ما نقدرش المهم طوطو هنايا في واحد الوقيته وكدا وكان كيفري سايرو بزاف دابا هانتي انا نعطيك مثال وانت واش كدور الكاميرا ولا لا شوف شنو برنامج خارج شو العنوان ديالو شنو هو ما باغيش نكون منحرف وما باغيش نكون حاقد هذه الحاجه الاولى ياك من بعد كيدوزوا انا يا شي ما فاش ملي كيولي تشري من الحمار وطموح هذه وحده اللي سمعتي بها انا شوف انا على البوليتيك ما لا ما غنهضروش فيها البوليتيك ما ماشي كونترا ولا ديك هذا هو كيدير بوليس الحيوان حاشا واش نقول حيوان حيت الحيوانات عندي تطور كدير البوليتيك بقاش كدب على راسك راك دير البوليتيك ولي ما كيديرش البوليسي كدار عليه البوليسي وانت كدير البوليسي باش تبيع الماشيار ديالك طريقه باش خرجتي الالبوم باش سينيتي واش درتي الكونفرنس ولا شي هذيك سياسه يعني ما تكتبش وعرفتي كيفاش تجاوب من جبد لك الحاقل يعني ما قدرتيش ديرها ولا قدرتيش تركل وفرحت انت اعتراف من الاخر رضوان الرمداني ويه فهمتي لي كان لي سي قريب نورمال موسيقى لعيبات اصوت اخويا اصوت هو ابسط حاجه خسر اون بلوس لي درو دابا حنا دابا نقول لكم انا البروكيباسيون عندنا دابا الكبيره هي زعما ماشي باش نضيع زعما هذاك لادوليسون هذاك لو جون انا ماشي اكزومبل 100% انا كنتلقى معهم اول حاجه كنتبان ليا فهمتي بحال بنادم اللي كيتفرقع كتلقى من صغره هو طالع مع قدير وما ديرش هذه ما تشوفش انا ما ديرش واخا كيبقى كارزه جوج معاك وخا اللعيبه وخا نكذبوا على راسنا اصاحبي حيت كندير نضادر وقيل عندك الشيء الى 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 طحت لشي الى عطر عليا شي واخا ما كنفوت زعما انا مرمى قلت
يحط وضو راه ما عنده علاقه بطه طهر اللي كيهضروا على الكونيكسيستونس ديال زابط باطو دي سوجي اللي ضحكني هو قال لك بانه الوحيد التوتو كيقول لك بانه الوحيد اللي كيهضر على الاقليات في المغرب. الله ينعل لك الوالدين، الله ينعل لك الوالدين. اقليات ما عرفتش تسقم، انا ندخلوا معاه في هذا النقاش مشكله عاوتاني كيهضر على الديانات. يا سبونس انا يمكن مربي ديسكو نورمال عندك كتكلاشيني فشي ديسك ولا شي حاجه عجبو داك الشيء وفينا راه ما شوف المغرب طالع شد سبونس لا برومو اول الب ديال الموتشو. انا شوف انا الفلو باش نقول هاد الخشب الا هضرت على هاد الاخلاق المجتمع راه بنادم كيبريبار كيضربني فود نوبو زعما ما قالوهاش الله يرحمها ما قال بغينا. المهم علينا البلان ماشي مهم، يعني البلان هو انه سولو الصحفي يقول ليه الراب خصك تكون حاقد لعيبات، قال ليه طوطو بانه كاين حاقد كيدير الراب ديال الحقد صار مشو لهاد اللعيبه حيت ما قدرش يزيد صاقي، وقال لي بلي انا كندير نوع ديال الراب اخر وحسابك انا والمغلوطه اللي كاينه هو كيسحب ليهم ماشي كيسحب ليهم هاد المغلوطه كيحاولوا يدوزوها ديما بانني انا حاقد على شي واحد ولا شي لعيبه. انا ما حاقد على حتى شي واحد، انا حاقد على الوضعيه وعلى ملي كنشوف بحال هذا مساكن كيبقاو فيه دي فيكتيم اخص ملي كنشوف واحد بحال مورو طاغي ومتر واحد للطور. وانا كنقول لبدها معاس كنت ما دويش كنت راه غتبدا لك غير الصداع سودا غتبدا لك الصداع كنت غتبدا لك الصداع تدي جامي داك الصداع علاش غتبدا الصداع من جهه اخرى فردا ما فردا شحال ما هضرت انا وياه العلاقه بقات بعيده بيناتنا زوينين داك السيد عزيز عليا من بعيد ما نتفقوش موسيقى ولكن خير وسابق تعامل معايا تعاملنا مع بعضياتنا وداكشي كيبقى بينا وداكشي كيبقى في التاريخ ديال الراب المغربي غيجي النهار اللي هو يعاود ولا انا نعاود شنو دوزنا شي حوايج اللي داكشي كيبقى بيناتنا من الاحسن يبقى بيناتنا. مسلم زيدوا على دوك عاش الملك